هقول له هنا فيو وهقول له سكادول، سكادول كوانتيتيز اهو، سكادول كوانتيتيز، واقول له تمام اوكي، واقول له انا عايز الكاتيجوري بتاع المواسير اللي هو الباي. اوكي طيب، هيقول لك عايز تحصر بايه بقى؟ فانا عايز احصر مثلا بالتايب، تايب الماسوره، ممكن نقول له الماتيريال، ممكن نقول له السايز، ممكن نقول له التوتال لينس اللي هو بقى اللي انا عايزه اصلا اهو. طيب تمام، يبقى انا اخترت تايب الماسوره، ماتيريال الماسوره، مقاس الماسوره، لينس الماسوره. طيب عندي هنا حاجه اسمها سورتنج فلتر، دي هنرجع لها. سورتنج، سورتنج ده هرتب بقى بالتايب، يعني هرتب الجدول بالايه؟ بالتايب، وبعد كده ممكن ارتب بالماتيريال، وبعد كده ممكن ارتب بالسايز. طيب هنا بقى لازم اقول له جراند توتالز، يعني احسب لي التوتالز، بس شيل ايتمايز افري انستنس دي. ليه؟ لان دي بتعمل لك كل قطعه، بتفرد لك القطع كلها، لكن انا لا، عايز الحاجات المتشابهه واللي هي نفس الديامتر ونفس الماتيريال يتجمعوا مع بعض. فانا كده شلت ايتمايز افري انستنس. طيب فورمات، اجي عند اللينس اقول له معلش اعمل لي التوتال، عند اللينس اقول له كالكوليت التوتال. طب تعالى كده نقول له اوكي، بسرعه جدا اهو، مفيش وقت اصلا، راح اعمل لك ايه؟ عمل لك الكميات زي ما انت عايزها. قال لك اللي تشيلد ووتر، طيب تشيلد ووتر، ستيل كربون، السايز 20 و32 و40، كمياتهم كذا، الدرين كبر، الديامتر كمياتها كذا، الفاير فايتنج ستانلي ستيل الديامترز كمياتها كذا، الووتر سبلاي كذا كذا كذا. طيب تمام، يبقى احنا كده عملنا كل ده. ايه تاني؟ ايه تاني بقى؟ ممكن اخلي دول بالمتر، انا مثلا عايز دي بالمتر، اروح عامل ايه؟ اروح راجع تاني للسكادوال من هنا، ايديت من هنا كده، تنزل هنا كده وتقول له ايديت اهو، وتروح للفورماتنج وتقول له انا عايز اللينس ده فيلد فورمات، فيلد فورمات، وتقول له شيل يوز بروجكت سيتنج دي وخليها متر، وهنا خليها ديسيمال بليسز من غير راوندنج، يعني مش عايز راوندنج، بالمتر. طيب تعالى كده شوف اهي 19 33 متر، 17 34. فكده الراجل بتاع البروكيورمنت لو عايز يعمل طلبيه او عايز يعمل كميات هيجي لك، وانت في ثانيه تروح مطلع له الكلام ده. طيب بص بقى، اللي انا كنت بحكيه في الاول واحنا بنعمل تمبلت، هو ده اللي انا بقوله لك بقى دلوقتي. ايه هو؟ اللي انا لما اجي اقول لك اللي انت لما تيجي تبذل مجهود شويه في التمبلت في الاول، وتقول له مثلا اللي تشيلد ووتر، الماتيريال بتاعتها ستيل كربون، وفي حاجه اسمها درين الماتيريال بتاعتها كبر، وفي حاجه اسمها فاير الماتيريال بتاعتها ستانلس، وفي حاجه اسمها ووتر، وهكذا. فانت كده تعرف تجيب له، الا بقى لو انت عملت ما عملتش التايبس دي، ما كريتش تايبس وما كريتش الماتيريال، فانت قعدت تعمل 3 دي وخلاص وتشتغل تشتغل تشتغل، هتلاقي كل الكميات دي جايه لك بند واحد كده بالتوتال اللي هو 524 ده. لا تعرف بقى تطلب مين الستانلس ستيل ولا الكبر ولا الستيل ولا اي حاجه، ولا تعرف تعمل اي حاجه. فبالتالي هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، اللي انت التمبلت لو طلعت مظبوطه هتطلع لك الشغل ده مظبوط. خلاص؟ فهو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، فده اول سكادول كده نقدر نطلعه. طيب ايه تاني نقدر نعمله؟ نقدر نعمل باي فيتنج. طيب تمام، فيو سكادول، ونقول له هنا باي فيتنج اهو. خلاص، والباي فيتنج ده نقول له بقى مين؟ نقول له اولا الفاميلي، فاميلي اهي، ونقول له عايزين التايب كمان اهو، ونقول له عايزين السايز، وعايزين الكاونت العدد، لان احنا الفيتنج هنعدها. طيب سورتنج، نرتب بالفاميلي ونرتب بالتايب ونرتب بالسايز، وبعد كده نشيل دي برضو ونعمل جراند توتال، والفورماتنج نقول له الكاونت اعمل لنا التوتال يعني. يبقى احنا كده هي دي نفس الخطوه، قول له اوكي هيطلع لك سكادول اهو. بص بقى، طيب التايب ده كله ستاندرد، فانا مش عايزه في حاجه، انا جاي لي هنا البو، عدد الالبوهات اهي، السايز بتاعها اهي، وادي عددهم اهو التي. طب تعالى نشيل التايب ده، نشيله ازاي؟ اروح رايح اهو اعلم على التايب واقول له ارجع، بس كده. يبقى انا كده عملت النوع، النوع بتاع الفيتنج البو ولا تي ولا ترانزيشن، والسايز بتاعه والكاونت بتاعه. خلاص، يبقى احنا كده عملنا كل حاجة. تمام. طيب عايزين بقى حاجة تانية، اللينس. بالنسبة لللينس ده كده اللينس بالظبط،
يعني ايه بالظبط؟ يعني اللي اتعمل في الموديل هو هو اللي معمول. طيب فانا دلوقتي لو عايز اعمل حساب مثلا 10% زياده او 15% زياده احتياطي اللي يطلع بقى اللي هيحصل فيه هدر، اروح عامل ازاي؟ اروح قايل له ايديت، وهنا في حاجه اسمها كالكوليتد بارامتر. فانا هفتح الكالكوليتد بارامتر دي، هقول له مثلا انا عايز بارامتر جديد اسمه لينس، لينس مثلا بلس مثلا 10%. اسم البارامتر كده عشان ابقى فاهم، تمام؟ هقول له البارامتر ده لينز، خلاص التايب بتاعه لينز. طيب الفورمولا بقى اروح فاتح دي كده واقول له السايز ده اضربه، اضربه عادي كده في 1.10، 1.1 خلاص، 1.1 عشان انا قايل له 10%، فاضربه في 1.1. طيب فانا عملت كده بارامتر جديد اسمه لينس بلس 10%، علشان تطلب بزياده هروح للفورمات واقول له لينس بلس 10% ده اعمل لي هو كمان كالكوليت توتال، واقول له اوكي اهو. طيب لا ده انا عايزه بالمتر زي اخوه، اروح اعمل اديت فورمات برضو واقول له هنا كده واقول له فيلد فورمات واقول له شيل واقول له بالمتر نفس الكلام واقول له هنا زيرو اهو. ال 19 متر بقت 21، 33 متر بقت 36 وهكذا. فانا كده ده عملت لينس بلس 10%. طيب عايز اطلع ده اكسل، اروح عامل فايل اكسبورت، وانزل تحت كده شويه هتلاقي ريبورت سكادول، تكسبورت السكادول ده بسي اس في او تكست. سي اس في ده اللي هي الاكسل، وتكست فايل اللي هي ايه؟ التكست العادي. ده لو عايز تعمل له اكسبورت. فده كده ازاي اطلع كميات من الموديل. خلاص انت بقى كل حاجه جاهزه عندك تطلع كميات، مجرد اللي انت تقول له سكادول هنا، تقول له مثلا اير تيرمينال مثلا اهي، فتروح قايل انا عايز الكاونت وعايز الفاميلي اند تايب مثلا اهو، فاميلي اند تايب، وترتب دي خليها هي الاول، تروح للسورتنج تقول له رتبها لي بالفاميلي اند تايب، هنا جراند توتالز وشيل دي. طيب الفورماتنج تروح قايل له الكاونت خليها لي كالكوليت توتالز. بص كده على السكادول هتلاقي سكادول بسيط قوي بيقول لك ان الريتيرن 6 والسبلاي 9 والتوتال 15، فعمل لك سكادول سريع جدا وبسيط قوي. تمام؟ نفس الكلام بقى لو انت عايز بقى لاي حاجه، يعني مثلا سكادولز عايز بقى للكيبل تري فيتنج، عايز للكيبل تري